السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزاهر والحقيقة الكبرى. زاهر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما اطلعتم على قصته، لكن لا مانع أن نقف عندها يسيرا. زاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فاز بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاز بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. لماذا أنا أؤكد على هذا المعنى؟ لأن زاهرا رضي الله عنه لم يكن رجلا طويلا ولا جميلا ولا ثريا، إنما كان رجلا ربما كان مغمورا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. زاهر كان من أهل البادية، وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر، فإذا جاء من البادية يحضر بعض طرف البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض مصنوعات البادية، بعض منسوجات البادية، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضره. وفي يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا يبيع متاعا له في السوق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزح مع زاهر. أعدها مرة ثانية، أعيدها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزح مع زاهر. النبي يمزح؟ نعم النبي يمزح. ولما استغرب الصحابة: إنك تمازحنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني لا أقول إلا حقا. عند النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن الجن والإنس في هذه الدعوة إلى يوم القيامة، عنده وقت أن يمازح؟ نعم عنده وقت أن يمازح، فلا نامت أعين الذين يزعمون أنهم مشغولون حتى بالدعوة إلى الله عن ممازحة أهاليهم أو أصحابهم أو إخوانهم. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زاهر، فأمسك به من الخلف وكأنه يقول: من أنا؟ فقال زاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه مشغول ببيع متاع له في السوق: أرسلني أرسلني، أتركني أتركني. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت زاهر فإذا الذي يمازحه هو النبي، فما آل زاهر يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: يا رسول الله أكمل مزاحك، ما كنت أدري أنه أنت. إن الذي يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، إن ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم له تدل على شيء من محبته له ورضاه عنه، ويعني ذلك رضا الله سبحانه وتعالى عنه كذلك. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم مزاحه مع زاهر وقال: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ هو حر، لكن يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت زاهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني بموازين الدنيا تجدني كاسدا، لست قويا ولا طويلا ولا جميلا ولا أبيض ولا ثريا، تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بالحقيقة الكبرى لزاهر ويخبره بما أوحاه الله عز وجل إليه: لكنك عند الله لست بكاسد. وفي الرواية الثانية: لكنك عند الله غال. هذه هي الحقيقة الكبرى، لكنك عند الله لست بكاسد. نعم يا أيها الإخوة، هو المهم أن لا أكون عند الله كاسدا، حتى وإن كنت كاسدا عند الناس، ما الفائدة أن أكون مشهورا عند الناس مغمورا عند الله؟ ما الفائدة أن أكون مرضيا علي في الأرض ومغضوبا علي في السماء؟ إن الحقيقة الكبرى أن أبحث عن مراضي ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى من الناحية المنطقية، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي بيده سعادتي وشقاوتي، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني كل شيء، لم يعطني البشر شيء إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله. وما إذا يريد الله عز وجل مني؟ يريد مني أن أشكره: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنحرص على ميزان الله سبحانه وتعالى حتى وإن تركنا ميزان البشر. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.